هذا الفيديو برعاية New Generation Gaming Desert، واللي هي مجموعة من أكثر المجموعات وأفضل المجموعات الصاعدة تاع الجيمينج، اللي فيها كل شيء متعلق بالجيمينج. إذا أنت تحب الجيمينج ولا ننصحك فيه بشدة، وكم تلقاني أدمين فيه. وصفحة ديزرت أوتاكو اللي يعني تاني أدمين فيها، وهي صفحة متعلقة بكل ما بالأنمي وهاك تعرف الميمز الأخبار وهذه الأمور، واللينك تاعهم للزوج تلقوهم اني حاطهم في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. My name is Nero and I'm back finally god damn it. بعد 46 يوم من العمل المتواصل وبدون يوم راحه وبمجموع 467 ساعه، اخيرا راني كملت اكثر فيديو طلبوه المشتركين واكثر فيديو عانيت معاه، باسكو كيما قلت لكم ديجا في البوست هذاك في اليوتيوب، البي سي تاعي خلاص راهو شايد على الشعرة، وعلى جالو تفاصيلق وجلس دقائق من الفيديو، باسكو الفيديو الاصلي كان نورمالمون فيه اكثر من 16 دقيقة، وانا ما حبيتش نضرب 15 يوم باش نحط الفيديو، وزدعيت بزاف، تسمى كيما راكم تشوف، وقال جامي عييت في حياتي على كشعفسة كيما هاد الفيديو، سيرتو مع البي سي الحطبة اللي عندي، شغل شحال من خطرة قريب زدت كملت عليه مزاف. المهم، الفيديو هذا هملت حياتي باش كملتو حرفيا. سمى حق التعب، كملوا الفيديو حتى الاخر باسكو عندي هضره مهمه عندها علاقه بالمشاريع القادمه وبدعم القنوات الصغيره وبالاستمراريه تاع قناتي والانمي اللي قلت لكم عليه ديجا. وحاجه الاخرى قبل ما نبداو الفيديو، ما تنساوش تدعموا هيسوكا، هو اللي دار صوت شخصيه صاحب البي اس 4، اطه الله فيه خوتي راح يدير حاجه شابه هاد الايامات، واللينك تاع لاشين ديالو حنخليها لكم في الديسكريبشن. بلا ما نزيدو نطولوا عليكم اكثر، نخلوكم مع الفيديو، انجوي فايت. اسمع، ياك على بالك باللي تريح غير تباري ما تربحنيش. هاي يا نو لا فماك، هذيك خطة هكذا دوك تشوف. اسمع، هذي الخطة تاعك اللي تفوت بالله. ايزي عشرة زيرو، وش بيك خينو؟ بس يربحنا شوية. روح الجو عندك في الدار، تقدر كل يوم تونطريني، راك تعرف لي كومبو ما تجيش تحشيها لي. شحال تحصل؟ روح العب الكاركتر جامي لعبت به ونشوف وش دير. اوا خلاص ما كله بوجي، عندي شغل دوكا. عندك شغل؟ احتفف واقيلا بالبركة عليك، شحال عندك محفج؟ لا لا يا بغل، قلت لك مقبلة حن شركة مال، ديجا تجي معايا تجي. اوا جبدة وراني عيان، روح وحدك خير. معليش هاي معايا وفي الطريق بالك نخلص لك كاس شاور. انا روح وش بيك شحال تقيل يا واحد. A few moments later. اسمع يو وي وش كاين؟ ما على باليش علاش، مي نحس بلي هاد السيناريو شفتو ديجا تاع مونو ماتش ريكيتمان، تقول لي خلصوا لي دراهم شفت معايا قيس الكيتمان برك. واش تخيل خسارة عليك فرار شد تحلب لي، لازم نبدل السوجي ونبلع طو شويه قسم اللحق والحانوت. اي تفكر تسمع، طلعت سول كاليبر البارح مازال ما سيتو. اسمع واحد فينا ما يعرف لي كومبو، اروح تقابل تما ونشوف شكون يربح هاد الخطره. سول كاليبر كنت حاب نسي حبت العطوم وحشيتها له كالعاده، ولا حبيت نسيه مي طلعتو في البي سي تاعك كشغل بي سي لقياك نوني. عاود شو شغل دوكا؟ عاود وش نعاود؟ عاود وش قول دوكا على البي سي؟ رحمة تكون فراحك. او 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 اي عاقل نسيت وش صار الله دانير فوا. او لا لا ما تخافش، هاد المرة ما حش تخلص كما اللي قبلها. اكسير ورانا اللعب هو قيلة ولا بديت تمرك. اوكي ذان عزيو ويش向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほほうでは十分近づくがよいはっけのするアクアワーカー。حقا تفكرت، هذا وين فهمت عليه كنت نخسر مقبل، ماشي بوسكو انت اللي تعرف لي كومبو. لا لا
قلت لك خسر خاطرش انا موالف لعب 120 اف بي اس وانت عندك 30، سما يدي وعقلي رابيد على البي اس 4 ديالك. اصبر اصبر، 5 دامج بك ودا الشيت، علاه دمجتو 5 برك؟ وشنو هذا؟ جيم سيستم. كل هجمة كلاش مستعملة من قبل في حلقات سابقة ستحدث مجموعة ضرر 5. سما هاد كي هاد الكلاش تاع الاف بي اس تعملته من قبل ما دار له والو، حبي يقول لازم نجيب لك كلاش جديد ولا ما نقدرش كاع ندمجو. اوكي فهمت. اسمع، حبيت تلعب بلي كلاش لعب وحدك، تعرفني نبدا من الاخر. يو غربي كيدين، هادا بديناك تلعب بالحصريات. What the hell is this? ياسو تاع ليغو اوف ليجند، واللي هي من اقوى الحصريات ديالنا. قلت لك ماشي غير نتوما اللي عندكم حصريات. سوكا شيت، راح تخلص لي ترانسفورماسيون تاع ياسو هو استعمل اقوى شخصيه عنده واللي ربحني بها الخطره اللي فاتت، كريتوس تاع جود اوف وور. شيت، ها استعملت شخصيه قويه تاع لول، باين بلي تخلص لك بالقه. واش عندك دير دوك؟ اوكي راك تهضر انت ثاني، راك تستعمل في كريتوس يخلص لك بالقه كيف كيف. ما تخافش، الوقت القصير اللي عندي يكفي وزياد. اوكي ريلاكس، فيه غير الهضره النفخ هذا. كريتوس صح هو عارف بصح ما راهوش لهاد الدرجه تاع اللي ما نقدر ندير له والو. طح فيرك واش راك حاب دير؟ عرفتها، النفخ هذا فيه غير الهضره. نوني راح نزيد نخسر للمرات الثالثة. لا كان يقولوا للصح ماشي غير المرات الثالثة اللي نخسر الكونترول. حياتي كاع زامي ربحت، الحصريات هادو دايما يربحني بهم، ما فهمت اذا صح الحصريات اللي وارين ولا انا اللي يوزلس. سوري ماي بي سي، اي هاف فيل يو اجين. Sorry bro, I have failed you again. No! مازال حاب باش تبقى تقع الامل، مازال ما خسرناش. مازال كاينه عرسه وحده وغادي راح تضمننا نربحو. اصبر دقيقه، اذا راك تهضر على الايميلاتور ماهوش عرسه مستقره وماشي مخدوم مليح، سما فيه ريسك كبير. على بالي الحمار، راك تشوف فيها حمار يا حمار. مازال كاينه عرسه اخيره وكانت قدامك قاعد الوقت وما شتهاش. نوني شوف ركز معايا مليح، السلاح الوحيد اللي يقدر يغلبك به هو الحصريات. بصح هاد الحصريات لو كان ماشي البي سي ما يتخدموش، حاب يقول الباور تاعو ولا يجي منهم، حنا هما الاساس ديالها. تسمى لو كان جمع كاع المميزات تاع البي سي في انرجي وحده باش تاكتيفي الفاينل فورم وتزيد لهم هاد العفسه، ما بلو كان هو ياكتيفي الفاينل فورم تاعو ما يلحقكش في الباور. وبمعنى اخر It's revenge time. Go! Oh my god! Oh my god! Oh
تركيزك ولا تخسر قبل ما تفعل. وشنو هاد الباور مين هو يجيبها؟ وديجا مضربة تاع مقبل نورمال ما يقدر شي يزغد مين با. هاد الفاينل فورم تاعي يعني يستعمل كاع الميزان تاع البي سي في انرجي وحده، مي بيس كلا استعملها ما عندها ما عندوش حل وحده باسكو تقدر تستعملها خطره وحده وانت ثاني تقدر تستعملها، بصح ما قري صار شويه زايد اكثر من اللازم ما فهمتش علاه. او ماي جاد هيا غاو استعمل الفاينل فورم تاعك، ما عندك حتى فرصه كونتر هاكا. انا بالي بلا ما تقول لي زعما هو ثاني اكتيف الفاينل فورم ديالي صح لا فايده تريشي. لا لا صفر صفر مش الكور تاعي لو حبس المخطوط يا صاحبي البي سي عنده بزاف مميزات بصح الحصريات تاعكم عندهم تاثير كبير بزاف حتى في الايميلاتور وفيه الريس وصل ماشي عفسه مستقره ولازم لكم فيه بزاف قوي ميزتكم الوحيد اكزيستي على ظهرنا صافي لو كان نجمعوا كاع المميزات اللي عندنا ونزيد لهم الباور تاع المحركات اللي يخدموا بهم الحصريات تاعكم الباور تاع الكور تاعك وتبحرك Goodbye, old friend. Wake the f*** up, samurai. We have a city to burn. So, what do you think? عجبكم شوية الفيديو ولا؟ أو يعجبكم بس يفضحيت بآخر 40 يوم اللي فاكونس باش نكملوا؟ أنا نقصر بلا صياح الوضع ريلاكس. المهم اكتب لي رايك ما عجبكش الفيديو نورمال برك ما ديرش ديزلايك وتسكت هذا ما كان حبيت دير ديزلايك على الاقل كومونتي باش نعرف واش ما عجبكش واش نسقمو المره الجايه بصح تنفخ ما كان لها. وباي ذا واي الحاجه الوحيده ولا زوج عفايس اللي خسروا الجوده تاع هذا الفيديو شويه هما الباك جراوندز او الخلفيات باسكو ما عندي حتى خبره كيف نرسم الخلفيات هذه اول مره رسمتهم في حياتي وشويه الجوده تاع الصوت او التمثيل الصوتي ناقص باسكو اذا ما على بالكمش ما عنديش ميم با مساحه نريكوردي فيها
نريكوردي دائما في وسط الدراكه بالفاميليا، تما ما نريكورديش كاع براحتي. المهم كما قلت لكم هذا الفيديو اكثر عفسه تعبت عليها في حياتي، وما نش حاب يروح تعبي في باطل. اسمع بارطاجي وين تروح، اذا كانت عندك باجا ولا شان ولا اي حاجه حاب تدعمني بارطاجي. وهنا راح ندخلو كما يقول الصلب الموضوع. كما قلت لكم ثاني البي سي تاعي راهو 10 وما شكيت ميم راح نزيد نقدر نخدم به، تما لازم لي واحد جديد. يالو كان بي سي بورتابل ضعيف قيس الخدمه بك. وهنا اقترحوا لي بعض المشتركين اني ندير الدعم المادي في قناتي، باش اللي يحب يدعمني ماديا باش نطور الامكانيات شويه يقدر. وهذه كنت غافل عليها باسكو حتى اكبر اليوتيوبرز يديروها، مثلا زعما كما قناه مساحه فيها الدعم المادي. تما ما كان يجيني واحد در متخلف في راسه نفاخ يقول لي راك حاب تربح من يوتيوب وما نعرف. المهم اللي راهو مهتم يجيني في البريفي في الانستا ولا لاباج. وعلى الانمي اللي قلت لكم راح نعمل عليه مازال حنأجلو حتى العام الجاي باسكو عندي باك هذا العام، وماشي ما جبتش الباك، هذه اول مره نجوزو، راني معاود عام واحد اخر ماشي طروازيا. تما ما كان يجيني واحد يقول لي ما جبتش الباك ما تخافش هذا العام كاينه. على اي حال كل مشاريع الانميات في المستقبل راح تكون مع يوتيوبر من بلاد المغرب الشقيقه اسمه اكيرو سينسي، اك شايف ماي سينسي، واللي هو محترف في الانيميشن. النصائح تاعو كانوا من اسباب اللي خرجت هذا الفيديو بهذا الجوده، وتقدر تقول هو الكينغ تاع الانيميشن في المغرب. وما تحكموش على الرسم ديال عنده باسكو راهو يخدم الانيميشن بتليفونه بصبعته، سما بلا ما نوصيكم لازم على الاقل تلحقوا له قناته سانكا ما تبهدلوناش. وترقبوا الاعمال القويه من عندنا. واول انمي راح نخدموه ممكن يكون عنده لعبه خاصه مطور ميمون، ما فري حاجه شابه. واخر شيء قبل ما نروح، اللي حبي بعث لي فان ارت تاعو راح نحطهم كاع ونخير افضل 3 فان ارت ونديرهم توب على القناه تاعهم والصفحه والانستا اذا كان عندهم. واللي ما على بالوش ما عندها فان ارت بالترجمه الحرفيه يعني فن المعجبين، وفي هذه الحاله يعني انك ترسم عفسه لازم تكون عندها علاقه بقناتي بصح باسلوبك الخاص، يعني ترسم زعما شخصيتي واي شخصيه جات في قناتي بطريقتك وتبعتها لي في الانستا ولا الباجا، ويستحسن تحطها في ميديا فاير ولا تبعتها لي في الايميل باش ما تخسرش الجوده. هاد العفسه اقترح حالي واحد صاحبي زعما باش ندعم القنوات الصغيره اللي تهتم بالارت، اللي الدومين ديالهم هو الفن، راك شايف باسكو انا لاشين ديالي نقدر ندعم غير اللي راهم في الدومين ديالي. المهم هذا واش كان عندي اليوم، وحتى نتلاقاو في الفيديو الجاي. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في رواحكم، كان معكم نيرو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.